بتفاؤل شديد حول قدرة منتخب الأرجنتين على التتويج باللقب العالمي. تحدث لاعبا منتخب التانغو سيرجيو أغويرو وماكسي رودريغاز خلال ندوة صحفية الخميس عن مباراة ألمانيا، مؤكدين أن الأرجنتين لن تدخر أي جهد من أجل إسعاد جماهير بلادها والعودة بالكأس الغالية إلى العاصمة بيونس آيرس. ماكسي رودريغاز اعترف بصعوبة المأمورية التي تنتظر منتخب بلاده ما دام أن الأمر يتعلق بمباراة نهائية في كأس العالم وأن المباريات لا تتشابه، مضيفا أن على فريقه التحضير كما يجب لموقعة ألمانيا من خلال تحليل المباريات السابقة لتفادي الأخطاء المرتكبة. وبدوره نجم مانشستر سيتي أغويرو قال أن الهدف في البداية كان الوصول إلى ربع النهائي في المونديال، لكن الشهية تأتي مع الأكل، معتبرا أن الأرجنتين كانت أفضل من هولندا في المربع الذهبي رغم اعترافه بأن الحظ لعب دوره في ركلات الترجيح. وعن منافسهم منتخب المانشافت قال المهاجم الأرجنتيني أن الجميع يرشح ألمانيا للتتويج باللقب منذ انطلاق الدورة، غير أنه طالب زملائه بالوثوق في إمكاناتهم للوصول إلى الهدف المنشود.